cclubclub.com. العالم هي عنوان الاغنيه الجديده للفنانه نانسي عجرم، والسكوب فعلا في الموضوع انها من انتاج محطه ام بي سي. كاميرا سكوب هي كانت الكاميرا الوحيده اللي حضرت تصوير المشاهد الاولى لكليب رساله للعالم. تابعونا. ناسي، ليش اخترت التوقيت هيدا لتصوير رسالة للعالم؟ هي الأغنية رسالة بتقول إنه خلص ظلم، يعني لازم نفكر بقى بالسلام وبالعدل، ولازم نتفق، ولازم نعيش على المحبة وعلى حب الآخر. أيوة بكتب للعالم رسالة، السلام والعدل فكرة مش محالة. يعني أكتر شيء الفنان اللي بيبقى حساس، يعني بتلاقيه في عنده اندفاع ذاتي انه يعمل شيء. الغنية شفافة جدا وكلها كتلة احساس. الباك جراوند نحن بنرسمه وحيكون سي جي اي، يعني كمبيوتر جنريتد ايمج، نحن حنعمل الايمج الورا. وصراحة صح ست صغير، بس هذا يعني اكثر شيء برايي يعني كومبليكيتد وصعب لتعمله، لانه حتعمر كل شيء. بدك تدور على اساس الصوره اللي بدك تحطها ورا. نحن بهذا الكليب يعني يمكن لاول مره بتصير انه كل الكليب تقريبا حيكون عباره عن عالم جرافيكس. ان شاء الله الكل بيغنوا للاطفال، ان شاء الله الكل بيغنوا للسلام. هول الموضوعين بالذات بحاجه لاكثر من نانسي انه تغني لهم، يعني ان شاء الله انا وبتمنى انه كل الفنانين والفنانات يغنوا السلام ويغنوا الطفل. بالنسبة لكم، ما بعرف، أنا ما بعرفها إذا هيدي مفاجأة أو مش مفاجأة. أنا بعرف إنه أنتم دائما متواجدين، خاصة باستوديوهات الـ MBC. نحن متشكرون لأنه قدموا لنا أشياء كتير كتير، وخاصة أنتم برنامج سكوب المتواجدين لواحد كنون، وهذا خصصناه بس لبرنامجكم، حيكون شيء مميز إذا الله. شو اخر تحضيرات الالبوم؟ عم حضره، رح يخلص تقريبا. بعد عندي غنيتين ثلاثه بدي حط صوتي عليهم بمصر، وعندي غنيه بلبنان. و يعني انا بقول انه عجبني، واكيد فيه اغاني كتير حلوه بالنسبه لي، بس ان شاء الله ينجح. مش هيبقى بينا مظلوم club.com.